ترجع مره تانية لايمن يحطها عاليه كده داخل المنطقه للشيكابالا يستحوذ المره دي معاه محمود منصور بيرجع هو ورا لاسامه ابراهيم يرجع تاني مع محمود عبد العاطي لطارق حامد حلوه اللمسه واللعبه حلوه كملتها الشيكابالا مستني وبالقدم اليمنى من العرضيه مين مقابل محدش والله حقك 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 افرح افرح غني ارقص يا رفعت حلوه قوي 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 كره عرضيه بالقدم اليمنى من مين من شيكابالا عشان تقابل راسيه باسم لا ما قابلتش راسيه باسم خدها هو بباطن القدم احمد رفعت يكافئ مدربه ويقول له وثقت فيا ومش هخذلك والهدف الثاني مع الدقيقه 20 الهدف الثاني احمد رفعت مع الدقيقه 20 الزمالك سجل الشوط الاول بص شوف 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 هي لمسه يد لكن الراجل مشى اللعبه واتلعبت هو مش قاصد طبعا انما خدها على طول ادي ادي ايمن وادي بالعرضيه معديه شوفوا باسم راحت هناك على طول فيرست تايم لمسه من لمسه واحده